سيد الوزير المحترم، سيد الوزير المحترم، نشكركم على ما جاء في جوابكم من توضيحات وما تقوم به وزارتكم من مجهودات. لا أحد ينكر سيد الوزير ما وفره البرنامج الأول والثاني من الطرق القروية من فك العزلة على العالم القروي وربطه بالمصالح الحيوية للسكان وما حققه من تحسين ظروف العيش. لا أحد ينكر سيد الوزير ما تقوم به الحكومة من مشاريع في البنية التحتية في العالم القروي عموما والجبلية خصوصا. نموذج مقطع قصيبة إيميلشيل زرته أسبوعين الماضيين، وهو فك العزلة بين جهتين بني ملال خنيفرة اليوم وزرعة فيلالت. لكن السيد الوزير المحترم، هناك مناطق كثيرة ما تزال معزولة عن الأسواق والخدمات الصحية والتعليمية، خاصة المناطق الجبلية. أعطي بعض الأمثلة: منطقة إدموما وإغفامان أملاكو إقليم الرشيدية، كذلك المؤبوري بإقليم ميدلت، حجامن بإقليم تنغير. في تواصلنا مع الساكنة السيد الوزير تطاردنا أسئلة كثيرة، والذي وعدت الحكومة بقرب انطلاق البرنامج الثالث للطرق القروية. نحن اليوم في 2015 بعد سنة ونيف من عمر الحكومة، نرى في فريق العدالة والتنمية أن 3 سنوات كانت كافية لإنجاز الدراسات والشراكات وإجراء كل الإجراءات لتنزيل البرنامج الثالث. مشكل آخر السيد الوزير، وهو ضعف الصيانة لما هو منجز. شكرا سيد النائب.